صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم ولقائنا اليومي معاكم اللي بيتجدد يوميا من الان وحتى قبل العاشره بقليل على الهواء مباشره، وبرنامج هذا الصباح مجموعه من الفقرات والحوارات ليوم الاثنين. صباح الخير يا شباب. صباح الخير نرمين، صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقه جديده يوم الاثنين 9 يوليو 2018، مجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه بالاضافه الى طبعا فتراتنا الثابته اللي بتكون فيها مجموعه من الحوارات المتنوعه. واحد من حواراتنا اللي موجود معانا النهارده في هذا الصباح حوار حول قرار او تقرير وزاره الثقافه انشاء مركز لتوثيق التراث السينمائي. احنا عارفين ان مصر هي الدوله الاولى على مستوى المنطقه في انتاج السينما، وكان لها باع طويل في هذا، فطبعا دي خطوة كويسة ان تقدم عليها وزارة الثقافة لانشاء مركز او اول سجل لتوثيق التراث السينمائي. معنا حوار اخر مشاهدينا متعلق بانطلاق منتدى شباب صناع السلام بلندن لترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي ما بين كل الحوارات الاديان وايضا الحضارات المختلفة. هنتكلم عن هذا المنتدى وليه تم اقامته بلندن تحديدا، وايه اللي ممكن يحققوا من اهداف زي ما قلنا كعنوان عريض، هي تقبل الاخر والتسامح والتعايش السلمي بين الجميع. هنتكلم بشيء من التفصيل حول هذا المنتدى. بالاضافه لكده وزي كل يوم في هذا الصباح بيكون في استعراض لابرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام صحافه القاهره الصادره صباح هذا اليوم، بنتناولها بالمزيد من المعلومات والتحليل والتعليق مع واحد من كبار الصحفيين، بالاضافه الى فتراتنا الثابته اللي بنتعرف فيها على اهم واخر الاخبار الرياضيه، ايضا اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد. بعد الفاصل ان شاء الله مشاهدينا بنلقاكم وجولتنا الاخباريه المتنوعه، فكونوا معنا. اريح طبعا والواحد بيبقى مركز. صباح الخير، صباح جديد على كل مشاهدينا في فقرتنا الرياضيه الثابته. بقالنا شويه شغالين معاكم في اصابات منطقه الركبه، ويمكن عشان احنا عندنا حد او معانا حد متخصص في المنطقه ديت وهو الدكتور محمود مجدي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا كابتن احمد، ازيك؟ اتكلمنا في حلقات سابقه قبل كده عن الخشونه، تمام، اتكلمنا عن الغضاريف، تمام، اتكلمنا عن تقويه المنطقه دي، كويس، الصليب، تمام، ربنا يكفينا الشر يا رب ويكفي كل الناس. الاصابه دي انت اصابه يعني مؤلمه جدا، مش تمام. مش في اصابتها ولكن في ان انت ترجع تتعافى منها مره اخرى. تمام تمام. طيب الاول لازم نفهم هما ليه سموه رباط صليبي. الرباط الصليبي بيبقى شكله في اشات الرنين شبه الصليب، فعشان كده سموه الرباط المتصالب او الرباط الصليبي. تمام. طب ايه دور الرباط الصليبي ده؟ بيعمل ايه جوه الركبه؟ بيعمل حاجه اسمها لوب، يعني بيقفل المفصل جوه الركبه، يعني المفصل نفسه بيبقى فيه نسبه ثبات بسبب الرباطين دول. فعشان كده لما حد بيحصل له قطع في الرباط الصليبي يقول لك انا ركبتي بتخني، انا ركبتي بحس ان هي مش ثابته في مكانها، وده بسبب ان الرباط نفسه اتقطع. طيب الرباط الصليبي لما بيتقطع ما ينفعش يتخيط، بيتغير كله، وده عشان خاطر الرباط نفسه الاتجاهات الالياف بتاعته ده بتغير ازاي؟ يعني في مثلا رباط صليبي صيني رباط لا لا خالص، هم بياخدوا جرافتي او بياخدوا جزء تعويضي من العضله الخلفيه، غالبا من عضله اسمها سيمي امبرنوزس، سيمي تندينوزس، هم عضله موجوده في الخلفيه، بياخدوا الوتر بتاعها وبيقيسوها على نفس حجم الرباط الصليبي نفسه عشان خاطر يبقى نفس طول الرباط جوه المفصل، لان لو كان الجرافتي او الجزء اللي خدوه تعويضي عشان خاطر يعوضوا بيه الرباط الصليبي اطول زياده عن اللزوم او اقصر زياده عن اللزوم، هيسبب مشكله في الركبه، سواء كان الركبه ما تتفردش للاخر او سواء كان الركبه زي اكنها ما تعملهاش رباط صليبي، لان هيبقى برضو الجزء فيه عدم ثبات جوه الركبه. طيب الرباط الصليبي في العموم دلوقتي بيحصل بصوره كبيره قوي، وده بسبب ان ناس كتير جدا مش بيهتموا بتقويه العضلات اللي حوالين المفصل، بجانب ان في اخر بروتوكولات خاصه بتاهيل الصليبي ودي كان نازل من جامعه سبيطار اوصوا ان تاهيل الصليبي يقعد من 6 شهور ل 12 شهر. وعشان كده مروان محسن بتاع النادي الاهلي قاعد دلوقتي صليبي قاعد فيه اكتر من 11 شهر ولسه نازل الملعب في ماتش لما كنا تصدق بالله انا ركبي وجعت بعد الفاصل مع دكتور محمود مجدي. و
ورجعنا لكم بعد الفاصل مره ثانيه وهنتكلم عن اهم التمارين خاصه بالركبه بعد عمليه الرباط الصليبي. طيب احنا لازم نهتم بالفرد ونهتم ان احنا نشيل الورم اللي في ركبتنا قدر الامكان ونشتغل على العضلات اللي حوالين الركبه برده قدر الامكان. طيب اول تمرين خالص هنعمله ان انا بقعد على المات او بقعد على الارض ركبتي مفروده، بجيب فوطه في البيت احطها تحت كعب رجلي وركبتي مفروده قدر الامكان، مشت رجلي لورا بدوس على الفوطه لتحت واحاول اجيب اكتر مدى قادر اوصل له واثبت فيه 20 ثانيه واكررها 5 مرات في 3 مجاميع. ده اول تمرين. التمرين الثاني ان انا بحط برضو الوول او بحط قصدي الفوطه بين ركبي الاثنين وادوس عليها جامد برضو اعد 20 ثانيه 5 مرات في 3 مجاميع. التمرين الثالث وده مهم للعضله الخلفيه ان انا بجيب حاجه اسمها سويشين بول او الكره السويديه، وممكن اعمل التمرين دوت على مخده في البيت او اي حاجه مناسبه ليا في نفس الارتفاع او اقل شويه، بحطها قدامي واحط رجليا فوقيها على الاقل في زاويه 90 درجه. لو انا لسه عندي التاني مش كامل ممكن تبقى ركبتي مفروده عادي وانام على ظهري ومش رجليا لورا وادوس عليها لتحت جامد قدر الامكان واحاول اخلي وسط ثابت عشان خاطر احس بالعضله الخلفيه، برده هثبت 20 ثانيه واكررها 5 مرات في 3 مجاميع. لازم نوضح ان في تمارين كتير قوي لازم نعملها بالنسبه للرباط الصليبي عشان خاطر نتحكم في الورم وعشان خاطر نخلي ركبتنا ترجع زي الاول واحسن. اتمنى اكون قدرت ان انا افيدكم، واتمنى ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه في تمارين تانية خاصه باصابات كتير، واهلا بيكم معانا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. هنبتدي معاكم جولتنا الاخباريه بالتعرف على حاله الجو والطقس خلال الساعات القليله القادمه، ومعانا دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. اهلا بيكي دكتوره ايمان. اهلا بحضرتك استاذه نجمين، صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتوره ايمان، صباح الخير. عايزين نتعرف من حضرتك على حاله الطقس المتوقعه النهارده وخلال الايام القليله المقبله، وهل هنستمر في نسب الرطوبه المرتفعه اللي هي بتشعرنا بارتفاع درجات الحراره؟ هو طبعا اليوم ما فيش تغيير كبير في درجات الحراره وفي نسبه الرطوبه، يعني تقريبا درجه الحراره ما زالت 37 درجه اعلى من المعدل بحوالي درجتين تقريبا. نسبه الرطوبه بتصل الى 80% اثناء الليل و 20% اثناء النهار، لكن ان شاء الله بدايه من بكره الثلاثاء هيبقى في تغيير الى حد ما، هتنخفض درجات الحراره بحوالي درجتين لتعود للمعدل الطبيعي وتصل الى 35 درجه، وهيستمر معانا ذلك حتى نهايه هذا الاسبوع. ايضا هتنخفض نسبه الرطوبه قليلا لتصل الى 75%، ده طبعا هيشعرنا الى حد ما بتحسن في الاحوال الجويه وخاصه مع ارتفاع نسبه الرطوبه. طيب والموضوع يعني ان شاء الله درجات الحراره المعتدله دي مكمله معانا كام يوم يعني جايين؟ مكمله معانا ان شاء الله حتى نهايه هذا الاسبوع، يعني حتى يوم الجمعه القادم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ابرز الاماكن او احسن الاماكن اللي هي موجوده دلوقتي لو حد عايز يستغل فتره الاجازه ويقضي اوقات ممتعه وفي درجات حراره الطف شويه؟ هو طبعا من افضل الاماكن وخاصه درجات الحراره هناك معتدله تماما هي السواحل الشماليه البحر المتوسط زي مطروح، درجه الحراره 29 درجه، اسكندريه 31 درجه، فدي من افضل الاماكن. ايضا بلطيم تعتبر مصيف درجه الحراره 32 درجه، هذه المناطق الجو معتدل تماما، لكن طبعا نسبه الرطوبه بتكون مرتفعه اثناء الليل طبعا نتيجه لقربها من شاطئ البحر المتوسط، فبيكون في كميات عاليه من بخار الماء، لكن الجو يعتبر هناك لطيف جدا سواء اثناء الليل او النهار. طبعا سواحل البحر الاحمر زي الغردقه او شرم الشيخ برضه من افضل الاماكن، درجات الحراره هناك بتتراوح من 38 ل 39 درجه والصغرى بتصل الى 29 درجه. وحالة البحرين اعتقد ان الاحمر والمتوسط اعتقد ان هي هادية ومهيئة للملاحة. معتدلين تماما ومهيئين تماما لكافة عملية الصيد والملاحة والاستمتاع بكافة الصور. بنشكرك جزيل الشكر الدكتورة ايمان شاكر خبيرة الارصاد الجوية.
هنبتدي مشاهدينا نستعرض مجموعة من الأخبار والتقارير اللي موجودة معانا النهاردة في الفترة الأولى في هذا الصباح. ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار قال إن مؤتمر معا من أجل مصر بيؤكد اهتمام الحكومة وحرصها على التواصل مع الشباب من خلال هذه اللقاءات اللي بتفتح أبواب للنقاش والحوار بين الجميع. وزير التعليم العالي أكد بالفعل أن مثل هذه اللقاءات بتكون فرص نجاحها كبيرة جدا في التقارب ما بين عناصر المجتمع المختلفة، وأنه الأهم والأساس ومفتاح نجاح أي مجتمع في الفترة الحالية هو التكاتف والتضامن ما بين جميع مكونات هذا المجتمع بغض النظر عن أي انتماءات أو توجهات أو يعني ديانات. بنتابع تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر في سياق تقريرنا التالي. معا من أجل مصر، شباب بيحلم ببكرة، عنوان مؤتمر نظمته محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس للتواصل المفتوح مع الشباب وإيجاد حوار مشترك للنهوض والارتقاء بحلول قضايا الشباب الأساسية. هذا المؤتمر يأتي في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي واحتفالات ثورة 30 من يونيو. فكرنا في أن احنا نعمل مؤتمر يضم الشباب كله ويدعو لتلاحم أطياف المجتمع مع بعضها، لأن احنا بنرى أن لابد من آل لآخر أن احنا ننبه لهذا، ولابد من آل لآخر أن احنا نعمل دعوة دائما ضد أي فتن بتحاول تمس وحدتنا الوطنية. بدأ التعاون ما بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس من أجل الشباب، لأن جامعة عين شمس تحتوي على حوالي 250,000 طالب، وأيضا محافظة القاهرة بتهتم بشكل كبير جدا بتحفيز الشباب و يعني دعم فكرة الابتكار ودعمهم بحيث أنهم يكونوا طاقة إيجابية في العمل وبناء الدولة ومواجهة كل الأفكار المتطرفة. المشاركون تطرقوا إلى دور الجهات المختلفة لتكريس كافة الجهود الممكنة للنهوض بفئة الشباب وفقا لاستراتيجية 2030. في الشباب هو اللي هيدير الشباب في الفترة القادمة، فعلا احنا محتاجين ان الشباب يكونوا في كل مجال وفي كل مكان بدليل وجودنا في وزارة الشباب والرياضة. بعض الفنانين اعتبروا ان الفن له دور في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، ويلعب دورا كبيرا في تشكيل وعي الجماهير. لن يأتي زيادة الوعي والتنوير إلا بالثقافة بشكل عام والفن بالتحديد والإعلام كوسيط لنقل كل أشكال الثقافة والفنون. ولا يغيب هنا دور رجال الدين في مواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، حيث أكدوا على أهمية شعار المرحلة وهو التعمير لإزالة التدمير. مواجهة الفكر بالفكر وتوعية الشباب تجاه هذه السموم التي يقوم بها هؤلاء. وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تكريم 10 من أبطال العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين بمراكز متقدمة في بطولات العالم. هو مؤتمر تفاعلي يستهدف مخاطبة الشباب لإكسابه المزيد من المهارات وتفعيل دوره حتى يستطيع مواجهة التحديات والانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة. أسمى حسن، النيل. هنروح لدار الأوبرا المصرية، وبمناسبة مرور 3 سنين على تأسيسها أحيت فرقة الحضرة للإنشاد الديني ليلة فنية ضخمة جدا بدار الأوبرا المصرية. الحفلة لاقت قبول واستحسان جماهيري كبير، تضمنت مجموعة كبيرة من الأناشيد والابتهالات الدينية. خلونا نشوف المزيد في هذا التقرير. في إطار المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، احتفلت فرقة الحضرة للإنشاد الديني بعيدها الثالث على خشبة المسرح المكشوف وسط حضور جماهيري كثيف. فرقة الحضرة من الفرق الأولى في الإنشاد الجماعي، ولنا يعني الشرف إن احنا مشاركين في هذا الكيان النهاردة، وفي كل سنة لازم بكون معهم في عيد ميلادهم. احنا معظمنا أولاد طرق صوفية، فإحنا بنهتم بالمديح الأصيل بتاعنا بتاع المصريين من 1000 سنة. أعدت فرقة الحضرة برنامجا فنيا متميزا تضمن مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى جانب العديد من الأعمال التي أنتجتها خصيصا احتفالا بهذه المناسبة. هي فرقة الحضرة أول فرقة إنشاد جماعي خرجت من المسجد للمسرح، يعني مجموعة من الشباب
كانوا بنتجمع وبنحضر حضرات سادتنا ومشايخنا في الله تعالى في المساجد زي مسجد سيدنا نفيسة وسيدنا الحسين. لاحظنا مديح الجماعي في وسط الحضرة فعجبتنا الفكرة قوي، فقلنا ان احنا ننقلها وننقل تراثنا الاصيل، تراثنا الصعيدي الجميل. احنا تملي بنقدم جديد، بس النهاردة عشان بمناسبة عيد ميلادنا حبينا ان عملنا مزج شوية ما بين المزيكا الغربي والانشاد وحب قصائد جديدة برضو يعني مقدمها لهم بمناسبة عيد ميلادنا. ده الحاجة الجديدة اللي مقدمينها النهاردة. بس يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الديني هي أول فرقة مستقلة للإنشاد الصوفي الجماعي في مصر. في مرور 3 سنوات على تأسيسها أبدعت فرقة الحضرة للإنشاد الديني بأعمال متميزة، وفي ليلة فنية ضخمة بدار الأوبرا المصرية قدمت فرقة الحضرة خلالها باقة من أروع الأعمال المتميزة تنوعت بين الابتهالات والأناشيد الدينية لتطرب جمهور الأوبرا الأصيل. أمل صبري، النيل. هنروح للأراضي الفلسطينية واللي منعت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ناشطة سويدية من دخول أراضي الضفة الغربية بعد أن قطعت رحلة من بلادها مسافتها 5000 كيلومتر بهدف التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. هو ناشط سويدي، هو رحلته كانت شاقة جدا وعبر خلالها العديد من الدول زي ألمانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا ولبنان ودول تانية كتير، ومن ضمن الصعوبات أو التحديات اللي واجهته اختلاف الأحوال الجوية ما بين هذه الدول، وأيضا نقص الأكل والشرب اللي كان معاه، وكان بيحاول يتحايل على ده بأساليب كتيرة. وحنتعرف على تفاصيل رحلة هذا الناشط السويدي حتى وصوله إلى الأراضي المحتلة في سياق هذا التقرير. بعد رحلة طويلة قطع فيها ناشط سويدي 5000 كيلومتر سيرا على الأقدام من السويد إلى الأراضي الفلسطينية، توقف بنجامين لادرا في الأردن بعد أن منعته سلطات الاحتلال دخوله الضفة الغربية. وبدأ لادرا رحلته قبل 11 شهرا بهدف التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. So last night it was very mixed feelings. I felt من المؤسف أن معظم الناس لا يعرفون ما يحدث داخل فلسطين المحتلة. خلال مسيرته الشاقة التي تنقل خلالها عبر ألمانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا ولبنان ودول أخرى، واجه لادرا الكثير من التحديات بما في ذلك الأحوال الجوية القاسية وعدم توافر ما يكفي من الطعام والمأوى. كنت أسير في الشتاء وسط الثلوج في بلغاريا في درجة حرارة تقل إلى حد التجمد. كنت أنام في معظم الأوقات في العراء تحت المطر وفوق الثلوج وفي الحر الشديد. أحيانا كنت أواجه بعض الأشخاص يتسمون بالعنف، وكانت الشرطة توقفني كل يوم تقريبا. وعلى طول الطريق أجرى بنجامين لادرا مناقشات واجتمع مع دبلوماسيين وتحدث إلى لاجئين فلسطينيين في مختلف البلدان. وكانت المرحلة النهائية من رحلته 40 كيلومترا سيرا على الأقدام من عمان إلى الحدود الأردنية الإسرائيلية، وهناك انضم إليه ناشط فلسطيني ومشجعون له من الشبان الأردنيين. وأضاف أن هذه العقبة الأخيرة لن تمنعه من مواصلة عمله لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كانها بهالة الشمس النادرة، نادرا ما بتظهر الشمس في المكسيك، وظهرت على شكل قوس قزح دائري، وده في ظاهرة نادرة الحدوث في دولة المكسيك. تعامل سكان مدينة مكسيكو مع الظاهرة على أنها ظاهرة بصرية نادرة بتحدث عندما يمر ضوء الشمس من خلال بلورات الثلج وسط غيوم بسيطة ودرجة حرارة بتبلغ 22 درجة. استمتع سكان مكسيكو بالظاهرة والتقطوا الصور اللي بتجمعهم مع قوس قزح. لبحث أو أتيحت الفرصة للشباب الشغوف بالتكنولوجيا لعرض أعمالهم في مسابقة للإنسان الآلي الروبوت في العاصمة الجزائرية
حيث يأمل منظمو هذه المسابقة في نقل بلادهم إلى مستوى أعلى من التكنولوجيا، وخصوصا احنا عارفين في السنين الأخيرة بقت هناك انتشار لهذا النوع من المسابقات خصوصا بيقدم عليها الشباب. في مسابقة الجزائر تحديدا شارك 20 فريق من 8 ولايات جزائرية في نادي شباب بابا حسن، وتعين على كل فريق ان هو يحرك الروبوت الخاص به لدقيقتين فقط على المسار اللي حدده منظمو هذه المسابقة. ومن خلال مراقبة وتركيز شديد قيم اعضاء لجنة التحكيم عمل كل فريق واعلنوا اسماء الفائزين، والهدف في النهاية من هذه المسابقات هو اكتشاف المواهب وصقلها والبحث عن المواهب الشابة اللي عندها ميول إلكترونية وخاصة في مجال الروبوت. أعمار المشاركين تراوحت ما بين 12 سنة و 35 سنة. ما زلنا معاكم مشاهدينا في الأخبار المتعلقة بالروبوتس على مستوى العالم، وهنروح لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اللي كشف عن روبوت أعمى يمكنه المشي والركض والقفز أيضا دون رؤية العقبات، ويأمل الباحثون في أن يتمكن هذا الروبوت في يوم من الأيام من الشعور بطريقة قريبة أو شبيهة إلى حد كبير بشعور الشخص الكفيف أو اللي فقد بصر. الروبوت الجديد لا يضم أي كاميرات أو أجهزة استشعار للبيئة الخارجية، وبدلا من ذلك بيعتمد برامج وأجهزة استشعار تعمل باللمس في أطرافه لدراسة المحيط اللي بيسير فيه. وفقا للعلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يمكن إرسال الروبوت إلى أكثر البيئات خطورة في العالم زي محطات الطاقة النووية، حيث لا تستطيع الكاميرات وأجهزة الاستشعار التقليدية العمل. خبر تاني، هنروح إلى إحدى كبرى الشركات الخاصة بإنتاج الحافلات والسيارات في الصين، حيث بدأت في إنتاج كميات كبيرة من الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة اللي بتحمل اسم أبولينج، وبتستعد الشركة لإطلاقها في المواقع السياحية والمطارات. والحافلة ذاتية القيادة أقل من ثلث حجم الحافلة العادية، ولا يوجد بها عجلة قيادة أو مقعد سائق أو مكبح. هذه الحافلة كذلك مدعومة بنظام تشغيل القيادة الذاتية من أبولو، ويمكن أن تتجنب الحافلة المستقلة العقبات أو الانحراف دون أي تدخل بشري. كذلك يمكن لهذه الحافلة المجهزة بثمان مقاعد للركاب وست أماكن وقوف يمكنها السير لمسافة 100 كيلومتر بعد ساعتين من الشحن بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. هنروح لإحدى حدائق الحيوان في بريطانيا اللي بتتباهى أكثر من أي وقت مضى بولادة 6 من كلاب الأجام، والأم أنجبت 2 من الذكور و4 من الإناث، وهو أكبر عدد مواليد في العالم تم تسجيله لهذا النوع على الإطلاق. بيعود أصل كلب الأجام إلى أمريكا الوسطى الجنوبية، ولكن فقدان الموطن وانتشار الأوبئة من الكلاب الأليفة بيهددان بقاء هذا النوع من الكلاب، حيث أدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هذه الأنواع باعتبارها مهددة بالانقراض. نروح لبعض الأخبار الخاصة بالتغذية السليمة، حيث أن إحدى الدراسات تتحدث عن أن تناول كوب صغير من الزبادي بعد ممارسة النشاط الرياضي مفيد للصحة لاحتوائه على البروتينات والكالسيوم، فهو يحتوي على 11% من السكر في كل 100 جرام، وهذا ما أكدته خبيرة التغذية العلاجية الفرنسية في مركز البحوث الغذائية في فرنسا. الخبيرة الفرنسية أكدت أنه الزبادي بالفعل يحتوي على الكالسيوم بواقع 120 ميلي جرام في كل 100 جرام، وده بيمثل نحو 15% من حصة الطفل اليومية من الكالسيوم. وحذرت هذه الخبيرة الفرنسية أصحاب الكوليسترول المرتفع من تناول الزبادي لارتفاع نسبة السكر فيه. هنروح لخبيرة تغذية فرنسية أخرى نصحت في أحدث دراسات ليها الأشخاص الراغبين في الحصول على نوم هادئ بوضع نظام محدد للغذاء
قبل الخلود إلى النوم ليلا. بتتضمن القائمة الأساسية للغذاء تناول الموز والفراخ والبيض الغني بأحد الأحماض المهمة وهو حمض أميني متبلور، بالإضافة إلى تناول قطعتين من الشوكولاتة السوداء الغنية بالمغنيسيوم واللوز والبندق لاحتوائهم على الأوميجا 3، إلى جانب تناول فنجان صغير من الشاي الدافئ. الخبيرة الفرنسية للتغذية حذرت من تناول الطعام سريعا أثناء الانشغال بالكمبيوتر أو المشي أثناء تناول الطعام، وشددت على ضرورة أن تكون الوجبة الغذائية متوازنة لتشمل اللحوم والأسماك والحبوب الغذائية، إلى جانب كميات وفيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام هذه الجولة الإخبارية المتنوعة في لقائنا معاكم في هذا الصباح. فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم، وبعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار الرياضية مع ياسمين القفاص.